موقعهم على سلم الترتيب والاقتراب أكثر من المراكز المتقدمة. هذا ما يطمح إليه نادي المنشية خلال مرحلة الإياب. المنشية استغل فترة التوقف الطويلة وأجرى العديد من التغييرات الجذرية على شكل الفريق ولاعبيه حتى يحقق مبتغاه خلال المرحلة الباقية، وهو الابتعاد عن مركزه الحالي، حيث يقبع بالمركز العاشر وهو قريب من منطقة الهبوط، مما أقلق جماهيره ودفع الإدارة إلى التغيير. أولى هذه التغييرات طالت المدير الفني، حيث تم الاستغناء عن محمد العبابنة وإعطاء المهمة للمدرب عدنان عوض الذي علقت إدارة المنشية الآمال عليه لتحسين وضع الفريق في المرحلة المقبلة. عملية الإحلال والتبديل لحق باللاعبين أيضاً، بعد أن تم وضع اللاعبين أيمن عبد الفتاح وبهاء الكسواني ومحمود مشعل على قائمة البيع، والاستغناء عن كل من فادي شاهين ومحمد هاني والحارس هشام الهزيمة. وتم تعويض هذه الأسماء بالتعاقد مع عدد من اللاعبين المحترفين كالليبيين محمد منديلا وسالم المسلاتي وحارسي المرمى تامر صالح ومصطفى أبو مسامح، بالإضافة إلى أحمد جمال وفادي عوض وحسام أبو سعدة. هذه الثورة من التعاقدات تنتظر انخراط اللاعبين بمباريات الدوري على أمل تحسين موقع الفريق وتطور أدائه بما يلبي طموحات جماهيره العريضة.